حسيتك في البنك المركزي، بس هي المحكمة الاتحادية واللي يعني مع السيد الرئيس مسعود من قال هي هاي غير شرعية. صحيح هي غير شرعية، غير شرعية. يعني أنا أتذكر من سواب برمر يعني بقرار ومؤقتة، هي كل شيء مؤقت، لزق ولزق مثل ما مثل النزاهة. عندنا دائرة بالحكومة العراقية اللي هي تراقب يعني فلوس المال العام. النزاهة شنو معناها؟ النزاهة تقدر، بس ما تقدر أي مؤسسة تسوي نزاهة، بس ما يصير تدفع من فلوس الدولة، ما يصير موظفين عندنا، ما يصير. المهم هاي رجعنا على غير موضوع. بس المحكمة الاتحادية انتهى دورها بالسنة الأولى بالسنة الثانية، فقط سنة واحدة تنتهي تحل. طبعا هاي كلها تمديد، رئيس وزراء يمدد لهم إياه بكيفه، لأنه جايبهم كلهم مسيسين حتى يسوون قضايا ضد أربيل، ضد مسعود، ضد ديهم، ضد أي واحد ضدهم، ضد أي واحد يأخذهم بسرعة، أي واحد.